ليش ما بتعرفوا تحبوا بعضكم؟ لأنه زرعوا فيكم المشيخ البغض والحقد. المشيخ والسياسيين زرعوا فيكم الحقد والطائفية والبغض والمذهبية وشربوكم الكره، ما شربوكم الحب ولا علموكم عن الحب. حتى المفاهيم الدينية صرتوا تلقطوها ببغض، صرتوا تلقطوها بعصبية. لاحظ مثلا بيجي ابنك من المدرسة متعلم دين بدرس الدين كل الليل مرعوب، ليه؟ لأنه معلمينه الله بده يخنقك، الله بده يحرقك، الله بده يعطيك بجهنم، الله الله الله. يا عمي ليش عم تقدم له الله انه بعبع بخوف؟ ليش ما بتعلمه الله بيحبك عشان هيك خلقك؟ الله بيحبك عشان هيك اعطاك امك اللي بتحبها، الله بيحبك عشان هيك. ليش ما بتحببه بالله؟ لا بكره بالله. بس هذا واقعنا. لك حتى اذا بدنا نربي اولادنا بنعرف شو نربيهم. ليش؟ لانه اساسا حوزتنا الدينيه ما بتعرف تربي. حوزتنا الدينيه ما بتعرف تربي طالب العلم الشيخ تربي 100% على خصوصا على كيف يدير دعوته بين الناس. بيطلع هو حظه، هو اذا ربى حاله بيعرف يرب الناس، واذا ما ربى حاله ما بتشوفوهم كيف في بعضهم مناخيره طالع بالطلوع ما بيتحاكى. لك شيخ انت تواضع لازم تكون، مش شايف حالك. مش كل واحد لبس العمامه صار عالم. هذا بنحترمه بقدر ما بنحترم انسانيته، بس وقت اللي بده يحكي بدنا نعرف شو عم يحكي، بدنا نحاسبه على حكيه. الله ما لغى لي عقلي وقال لي خلي عقلك عند الشيخ وخلي عقلك عند المرجع. لا مو صحيح، مو صحيح. مرجع فقط في الأحكام الشرعية لأنه عنده اختصاص، نقل بدك إياه. بس أنت عقلك مش ملغى بعالم السياسي، عقلك مش ملغى بالتاريخ الإسلامي، عقلك مش ملغى بالعقيدة. كل الفقهاء بيقولوا لك لا يجوز التقليد في العقيدة وأبضاي وعطي رأي عقدي. دغري بيقولوا لك هذا عقائد، مثل حكايتي مثلا بس أعطيت كم رأي بالعقيدة قالوا هذا عقيدته فاسده. ليه؟ ما أنت بتقول لا يجوز التقليد في العقيدة بس تعطي رأي بالعقيدة. دغري مين اللي بيقوم لك؟ كليروس الحوزات الدينية، كليروس كهنة المعابد دغري بيقوموا لك، مثل ما عم بيقوموا لك كثير من العلماء. بس تفكر. طيب ناقشوا مثلا قاموا لشريعتي، خي شريعتي دكتور بالتاريخ بنظرك مغلط، ناقشوا. نفس انك تفتي ضده وتسبه وتشتمه، يعني انت عاجز عن ان شو تأتي بالدليل في مقابله. ما بيصير انت تبني دينك على خرافات، جيب حقائق، وإذا عندك خرافات روح عيد النظر. حتى لو قال لك أنا شريعتي وأكثر علمائك كانوا ضد هالشيء، فكر. هذه مقولة أنه الرد عليه كالرد علينا والرد علينا كالرد على الله وهو على حد الشرك بالله. أنتوا اخترعتوها، حديث ما نو صحيح هذا الحديث. يعني في ذنبين الله ما بيغفرون، ذنبين الشرك بالله والرد على العلماء. شو الحكي هذا؟ من وين جبتوا هذا؟ صح حديث موجود. بسم الله قال لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كيف بيصنعوا هاي الصنمية اللي بيصنعوها حواليهم لحتى اللي ما يقدر حدا يناقش؟ أنا ما عم رد عليه، أنا عم ناقشه وحقي إني ناقش، حقي إني أفهم.